هذا التغريب الذي قام كثير من الناس بالاغترار بالجانب المادي، وهو الشطر الأول الصناعة والحرفة وكذلك أيضا التقنية وغير ذلك من المنتجات، انبهروا بهذا الأمر ولم يلتفتوا إلى الجانب الفطري. الله سبحانه وتعالى أوجد في البهائم من الخصائص والقدرة إشارة لفت انتباه الناس أن الله عز وجل جعل من قدرة البهائم ما فاقت به البشرية منذ الخلقة. فإذا كنت تعجب أن إنسانا صنع طائرة وطار بها، فالله أوجد بهائم تطير من غير آلة، فتجد طيور الرخم تطير وتجد الحمام والصقور وغير ذلك تطير من غير آلة. فهذا نوع من الإبداع أوجده الله عز وجل في البهائم من غير عقل، إشارة إلى أن هذا الذي تجده أنت وقد انبهرت فيه ولم تتوصل إليه البشرية بعقل، توصل إليه غيرك من غير عقل أوجده الله عز وجل فيه. هذا الانبهار الذي جعل كثير من الناس يغيبون جانب الحق وجانب الفطرة اتباعا لهذا السرب من الخداع ونحو ذلك. لهذا يجب علينا في مثل هذه المدرسة التغريبية أن نركز على جانبين. الجانب الأول هو الفصل بين هذين النوعين، أن جوانب ما خلق الله عز وجل من مكنون الأرض والفطرة الصحيحة من جهة المصنوعات، الإبداع، الطائرات، الإنتاج والأجهزة وغير ذلك، أن هذا نوع من التغريب المادي الذي أوجده الله عز وجل في الأرض والناس يتنافسون فيه. يقول الله عز وجل في كتاب العظيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض هو لك أيها الإنسان، كل والبس واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باب نوع آخر، وربما أيضا الله عز وجل أراد أن ينكس فطرة الإنسان، أخذوا الطائرة من علم الحيوان، تجد أيضا الطب وكذلك أيضا إدراك تحديد المواقع وما يسمى بالخرائط ونحو ذلك وإدراكها وتحديد أيضا الموجات الصوتية أخذونها من علم الحيوان، وهي هذه مدركة من غير عقل، فأوجد الله عز وجل هذه الأسرار فيها. إذن هذا الإنسان البشري جعله الله عز وجل خاضعا لهذا الجنس من غير عقل، إشارة إلى أن هذا الإبداع الله عز وجل يوجده لما دونك من هذه البهائم، يمكن أن يصل إليه غيرك. الجانب الثاني وهو أمر مهم، أن ثمة جاء أن فئة في بلدان المسلمين حاولت أن ترفع من جانب التغريب وأن تجعل هذا التغريب مدرسة واحدة يمتزج الجانب المادي بالجانب الفكري، وأن الغرب لم يتطور ويتقدم إلا بالتبرج ولم يتقدم إلا باختلاط الجنسين، وأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا عن طريق هدم الشريعة والتقليل من هيبتها وكذلك أيضا التقليل من شأن العلماء ونحو ذلك. بل نعلم أن أصول الإبداعات التي وصل إليها الغرب المادية وجدت قبل الانحراف الفطري الموجود لديهم، فتجد أن المصباح والتلفاز والطائرة وجدت قبل أن يحلوا الزنا، وقبل أن يكون ثمة اختلاط لديهم، وقبل أن يكون بأنواع والتفنن وغير ذلك. الربط الموجود هذا هو ربط خطير جدا، وهو ضرب من التدليس، بل هو أعظم الفتن. ولهذا الله عز وجل يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. هذا التقليب الموجود عند المنافقين الذين يظنون أنه لا يمكن أن يكون ثمة حضارة إلا بالحياة ونزعه وكذلك أيضا بنزع العفاف والزنا وغير ذلك من الأمور، يرون أن يحاكوا أولئك. نقول: قلد ما تشاء، ولكن لا تقلد مشيته ولا صوته. ومسألة التقليد، قلد حتى البهائم، ولهذا نقول: قلد الكلب ولا تنبح، وقلد النسر في طيرانه ولكن لا تأكل الجيف. قلد ما تشاء مما خلقه الله سبحانه وتعالى، ولكن ضع لك حدودا مما صنعه الله، مما أوجده الله عز وجل في فطرتك، فلا تتبدل فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة المبدلة الموجودة يجب على الناس أن يحافظوا عليها. لدى الغرب فطرة مبدلة لا يعرف الإسلام والخطاب الإسلامي فيها، ولهذا كثير منهم حينما تخاطبهم في الشريعة ربما يتهكم. لماذا؟ لأن الفطرة لا تتعرف على الشريعة لأنها مبدلة. العربي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ترضاه لأمك وخالتك وعمتك وبنتك؟ فقال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم وخالاتهم وبناتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وخالاتهم وعماتهم وبناتهم. الآن لو تسأل أحد الليبراليين الذين يتبنون الليبرالية تامة، تقول: أترضاه لأمك وأختك؟ يقول: لا بأس بهذا الأمر، خاصة الذين أخذوا
الليبرالية تامة عند الغربيين، هل هذا فطرته سليمة يخاطب بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولذلك لا يدرك الأمر من جهة خطاب الشريعة ونحو ذلك. لهذا الذين تبدل لديهم جانب التغريب في بلداننا وصلوا حدا كبيرا جدا من مسخ الفطرة، فلا يقبل الفروع، فحينما تخاطبه بالحجاب أو تخاطبه بالاختلاط والخلوة يجد من ذلك استغرابا. لماذا؟ لأن الزنا لديه هش، وهذه الأشياء هي طرق توصل إلى الزنا، ولا يمانع من الوصول إليه أصلا، ولا يمانع من وجود هذا الشيء في مجتمعات المسلمين، وهو ربما أيضا يفعل هذا الشيء فيرى أن هذه الوسائل هي وسائل تؤدي له، وحينئذ يتهكم إلى هذا الأمر. لهذا نجد أن التغريب هو أخطر أمر موجود في بلدان المسلمين، خاصة بتبني أركان المدرسة العقلية الموجودة، سواء كانت الليبرالية أو كان ذلك المبدأ الشيوعي أو الماسوني أو العلمانية، وهي الفكرة الأم لهذا الأمر في فصل المادة عن جوانب أمور الغيب وغير ذلك. لهذا الواجب على العلماء وعلى كذلك أهل الاختصاص بيان هذا الخطر الذي يحيف بالأمة ويكيد لها ويخلط الحق بالباطل ويلبس الشر بالخير، تمييز هذه الأمور وفرزها. كذلك أيضا أسلوب التدليس الذي يمارسه البعض، فيظنون حينما تنكر قضية معينة لاختلاطها بأمر محرم يقولون أنك أنت تنكر الحضارة وتنكر المدنية، دعوا الطائرات، دعوا السيارات، دعوا الألبسة، دعوا الأجهزة ونحو ذلك. هذا نوع من الاستكبار ومحاولة الخلط بين الحق والباطل. الله عز وجل لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام تحريم الربا استعمل كفار قريش نفس الأسلوب، قالوا حرم البيع، وهم يعلمون أن الربا شيء والبيع شيء، فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. لهذا الواجب علينا أن نفصل بين هذين الأمرين. مسائل الصناعة اصنعوا كما تشاء وابتكروا ما تشاء، لا يوجد أحد وقف حاجزا عن أمور الصناعة، ولكنكم تريدون أن تخلطوا جوانب مسخ الفطرة ومسخ الشريعة مع الجانب الآخر، فأنى لكم ذلك ما دام أهل العلم والعقل والدراية والحصافة على بينة وإدراك لهذا الأمر. جزاك الله خير.